يعني هما لسه حاطين الغطا. لسه حضرتك انا ممكن اجيب حد على حسابي يطلع الغطا ونشوف الغطا تحت. احنا نشوف عليه حد يقدر لنا بتاع ايه. يقولوا انتوا بتطلبوا بايه؟ احنا بنطلب بحقها، احنا مش عايزين اي حاجه غير حقها. احنا عايزين حق، عايزين حق طفله، عايزين حق رؤى. طفله ذنبها ايه؟ ايه اللي ذنبها يعني؟ ذنبها ايه؟ مفيش، خدوا يجيبوا حاجه، هما هو واخواته ونزلوا يجيبوا حاجه. فبعدين كريم بيقول لي انا مشيت قدام شويه ما لقيتش اختي يا ماما. قلت له يعني راحت فين يا كريم؟ قال لي مش عارف يا ماما، هي بينها مشيت من الشارع ده. لفينا ودورنا وبقينا نشوف الكاميرات ومش عارفه ايه، من بنت مش باين لها اثر في اي شارع ما دخلت فيه، ومفيش كاميرا قدام بتاع المجاري، والمجاري دي مفتوحه على طول. ابني كان هيقع فيها. تاني يوم اخته ماتت من يوم 1 مارس وهي مش لاقيينها، وهي واقعه في قلب المجاري احنا مش عارفين. ايوه يوم الثلاث الساعه 9 ونص بس بالليل. طب وانت اكتشفت الموضوع ازاي بقى؟ اكتشفنا الموضوع في ماسوره ضربت في المحطه اللي قدامنا ديت، فمش عارفين يصرفوا الميه، فجابوا عربيه يعني بظروفها، ان هم جايين يشوفوا الحله بظروفها، لقوا الخرطوم سد في البتاع. الراجل خرج يجري، ما كانوش عاوزين يبلغوا، قال لها هم ما كانش زي ما سمعتكم الاستاذ اللي بره، ما كانوش عاوزين يبلغوا، نعرف اللي هي بتوع اللي هم بيشدوا الميه ما كانوش عاوزين يقولوا، كانوا عايزين يغطوا البتاع تاني ويروحوا بقى للمحافظ يقولوا. انا سبت طلعوه بالقران دي الغطا اللي كانوا مغطين بيه البلاعه، دي الغطا اللي يمون بير ولا بتاع ينفع؟ ده الغطا بتاع البلاعه، ده غطا البلاعه اللي مغطين بيه. قال لها 5 ايام كانت في الميه، قال لها 5 ايام في الميه، قال لها 5 ايام ما جات لحد امبارح. ده قال انا شايف البكرافات في قلب البلد ومش عارفين، وهي واقعه جنبنا وهي جنبنا واحنا ما نعرفش. هو تعازي دوت يعني دوت خلاص كده حق رؤى على التليفون؟ اه يا دي بقى حق رؤى على النت، ما ينفعش عادي. فين مدير الامن؟ عايزين قلبهم يتحرق زي ما احنا محروق قلبنا على رؤى. احنا ده اللي احنا عايزينه، بنطلب بحق رؤى. هو الاهمال في كل حاجه، الاهمال مش في دي بس، الاهمال في كل حاجه. لو كل واحد اهمل في حاجه خد جزاته كان هينتبهوا لشغلهم، انما لما يكون بلاعه محطوط عليها حته خشبه اخوها طب حطوا خشبه، حطوا حديده مربعه، اي حاجه. ازاي عيله تقع؟ ده لو واحده كبيره هتقع فيها. ده لو انا ماشيه انا وبنتي هتسقط، وانا معرفش ان دي مفتوحه. اهو عيل حاطط طوق وخلاص، هتوقع ان عيل حاطط طوق وخلاص والغطا متغطي. ازاي؟ فين المسؤولين؟ فين؟ احنا عايزين حق رؤى، احنا قلبنا مولع على رؤى. ازاي طفلة 3 سنين ونص تقع وتقعد 5 ايام في المية؟ ازاي؟ ما ينفعش يبردوا قلبنا ويبردوا النار اللي جوانا. ما ينفعش، اصل حرام. انت لو شفت البنت وهي طلعت عيطش عليها. ينفع ازاي؟ ما ينفعش.